اهلا وسهلا بيكم، تعالوا نتفرج على الشقه اللي احنا كنا نزلناها لما كانت مشطبه تشطيب قديم. تعالوا نشوف بعد التشطيب القديم احنا عملنا ايه. طبعا احنا قعدنا تاسيس لشغل الكهرباء زي ما احنا شايفين، لان احنا عملنا شغل وبدانا نشتغل بقى بالحاجات الترند بتاعت البروفايل ليد والستوب لايتس والباك لايت. عملنا هنا ترويز شيك، حاجه ابستراكت بحيث نبقى نفوكس عليها. دي منطقه التلفزيون، عندي التلفزيون هنا جنبنا طبعا منطقه التاسيس بتاعته، وعندي القعده المنطقه بتاعت الال شيب هتكون موجوده هنا. طبعا عاملين هنا الستايل حاجه كوزي، حاجه تبقى مريحه جدا للعين، هاديه. الشقه بتاعتنا زي ما احنا عارفين مساحتها صغيره جدا، فاحنا كنا قاصدين نستخدم الالوان الفاتحه حتى البراويز الالوان فيها هاديه، الزرع الاخضر شكل التجاهيل عندي الالوان ما تكونش جامده زي ما احنا شايفين. دي عندي هنا هتبقى منطقه الريسبشن، عندي في منطقه الريسبشن طبعا النجفه الشيك اللي احنا شايفينها. هنا منطقه التكييف، دي هنا انا عندي منطقه الاخضر، بدخل الباب بتاعي من هنا، فانا حابب ان انا اول ما افتح باب الشقه ابص الاقي في وشي المنظر الجميل دوت، اتزرع عامل التجهيز ده بالفاير ليد ماشي معايا بالظبط لحد باب الشقه، كاني فاصل المنطقه دي عن المنطقه دي. تعالوا نبص مع بعض، دي هتبقى منطقه الدايننج، وهيبقى في فيديو تاني ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض بعد الفرش. خلاص الفرش بتاع الشقه عندي التطبيق، وعندي هنا النجفه، دي منطقه المطبخ. طبعا المطبخ عندنا ضيق، وكانت الكلاينت مصره جدا ان هي تحط كل الاجهزه في سلك الباور، في سلك الملابس والحوض. فقعدنا نفكر ازاي في المساحه اللي احنا شايفينها مع بعض الصغيره اللي هي تحط كل الكلام دوت. طبعا هنشوف برضه المطبخ بعد ما يخلص. عندنا هنا منطقه الحوض، عندنا هنا كسرت النقاب، عندنا هنا الثلاجه، وعندنا هنا البوتاجاز والفرن بتاعنا البلت ان. فكرنا في فكره ان احنا عملنا هنا منطقه الكور كانها اوبن كيتشن عشان نوسع المنطقه، وعملنا فكره حلوه جدا. الباب هنا هيكون موجود للغساله، واسسنا فيها في الغساله لان ما كانش فيه اي للاسف اي مكان يوضع الغساله جوه الشقه، الحمام صغير زي ما هنشوف دلوقتي، والمطبخ فكرنا المكان دوت. عندنا هنا طبعا منطقه الطرقه البسيطه الشيك اللي احنا شايفينها مع بعض كده، بتوزعني على الحمام. عندي طبعا هنا قاعده معوقه، وعندي جزء بقدر احط فيه الاكسسوارز بتاعتي. عندي طبعا كابين شاور بالشكل دوت، عندي طبعا البيبه زي ما احنا شايفين مميزه بان هي ماشيه على نفس شكل الرخام. عندي هنا لو بصينا المرايه بتاعتي، المرايه التاتش، عندي هنا الادراج بتاعتي زي ما احنا شايفين سوفت كلوز بالشكل دوت. لو جينا هنا دي اوضه المكتب واوضه الضيوف، فانا عندي هنا هيبقى في كنبه هنعملها تتفرد سرير، هيبقى عندي هنا منطقه الكنبه. طبعا الاوضه الصغيره حبينا ان احنا نعمل فيها ستايل مختلف، فعملنا مكرميه بالشكل اللي احنا شايفينه شيك، وبالمناسبه المكرميه دي هاند ميد. لو جينا هنا كده تعالى، دي اوضه النوم الماستر، عندي هنا دولاب هيبقى فيه اضاءه، وهيبقى فيه سنسور مؤسسات كهرباء. عندي هنا دي منطقه السرير، عندي طبعا الدلايات الشيك، طبعا القمر والحاجات دي حاولنا نتعامل معاها بان انا الجزء الباطس اللي موجود هنا يبقى بول بيبر بالشكل البسيط، واللي احنا شايفينه دوت طبعا دلايتين متناسقه تماما مع شكل النجف زي ما احنا شفنا. تعالوا نبص كده مع بعض كمان منطقه الجذابه، المناطق المهمه جدا. الكلاينت طبعا اختار هنا منطقه الجذابه، كنا عاملين طبعا يو اس بي عشان خاطر هنا يبقى في عندي الشاحن، وعندي الاضاءه بتاعت المرايه بحيث ان انا وانا واقف خلصت لبست الشوز بتاعتي عايز اخرج ابص على اللبس بتاعي بالكامل زي ما انتم شايفين. عندي هنا طبعا المرايه بتاعتي بالشكل دوت. وبعد ما خدنا جوله في الشقه، استنوا الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه بعد ما الشقه ما تتفرش. اشوفكم على خير.